تطورات الأزمة الأوكرانية واجتماعات رباعية في باريس لدعم اتفاق مينسك وتدشين مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الأوروبي ودور الجاليات المصرية في أوروبا لدعم مصر، وأهم ما تناولته الصحف الأوروبية، هذه بعض النقاط وأبرز المحاور التي نتناولها اليوم في برنامج الاتجاه شمالا بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا، ولنبدأ بجولة إخبارية عبر أهم الأحداث التي شهدتها القارة الأوروبية خلال هذا الأسبوع. خطة جديدة للإصلاح، خطة جديدة قدمتها اليونان والتي تعاني من ضائقة مالية. هذه الخطة قدمت في بروكسل ووصفتها الجهات الدائنة بغير الكافية، ولم يعرف إذا ما كانت ستقوم أثينا بما يلزم لتحصل على موافقة الدائنين. جاء ذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء اليوناني عقد اجتماع مع أنجلا ميركل وفرانسوا أولوند على هامش قمة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية. ويقول رئيس مجموعة اليورو، يقول أن كل شيء يتوقف على المقترحات اليونانية التي قدمت، ويقوم الخبراء بدراستها لمعرفة ما إذا كانت تمثل اقترابا من الحل. وإلى بريطانيا، حيث أيد مجلس العموم البريطاني في القراءة الثانية مشروع قانون الاستفتاء حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على اقتراح تقدمت به حكومة المحافظين. الاقتراح حظي بدعم الأغلبية، حيث صوت لصالحه 544 نائب فيما رفضه 53 آخرين، من بينهم الوزير الأول السابق لاسكتلندا أليكس ساموند، والذي قال إن أي انسحاب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إجراء استفتاء في اسكتلندا بشأن الانفصال عن بريطانيا. وقد أثيرت قضية الاستفتاء، والذي من المفترض أن ينظم بحلول نهاية 2017 بعد فوز حزب المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون بالأغلبية في الانتخابات العامة. وإلى برلين، حيث يبحث وفد برلمان ليبيا المنتخب في برلين، يبحث مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وأيضا شمال إفريقيا بدعوة من الخارجية الألمانية، يبحثون مقترح طرحته الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الصراع على السلطة بين فصيلين متنافسين. ويشارك في الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينيو ليون ومفوض الشؤون الليبية للدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن ونحو 20 ممثل من ليبيا. يهدف هذا الاجتماع إلى التوسط في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وتوجد في ليبيا حاليا حكومتان متنازعتان والعديد من الجماعات المسلحة، وذلك عقب 4 أعوام من سقوط نظام معمر القذافي. أكثر من 100,000 مهاجر يصلون إلى أوروبا، هذه الأرقام هي ما كشفت عنها المفوضية العليا للاجئين والتابعة للأمم المتحدة. كشفت أن عدد اللاجئين الذين وصلوا بالفعل إلى شواطئ أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط تجاوز 100,000 شخص منذ مطلع هذا العام. وقال أدريان إدواردز الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، قال إن غالبية الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أطفال ونساء حوامل، ومنذ مطلع العام وصل إلى 54,000 شخص إلى إيطاليا، و48,000 إلى اليونان، و91 إلى جزيرة مالطا، و920 إلى إسبانيا، كما أن حوالي 1,770 شخص قتلوا أو فقدوا أثناء هذه المحاولات لعبور المتوسط انطلاقا من شمال إفريقيا. إذن رباعية نورماندي، هذه الاجتماعات التي انطلقت في باريس على مستوى المدراء السياسيين لروسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، هذه الاجتماعات التي انطلقت في مقر وزارة الخارجية الفرنسية تهدف إلى بحث الجهود الرامية إلى تطبيق اتفاق مينسك والخاص بتسوية الأزمة الأوكرانية. ويركز الاجتماع على سبل تسريع وتيرة تطبيق هذه الاتفاقية، وأيضا على دراسة عمل مجموعة الاتصال الخاصة بأفريقيا. ملف الأزمة الأوكرانية نفتحه بعد هذا التقرير. ملفات عدة تتصدر أجندة قمة مجموعة الدول السبع الصناعية التي تستضيفها بلدة كروم بولاية بافاريا الألمانية، يأتي في مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية بجانب القضايا الاقتصادية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تستضيف بلادها القمة رحبت بالقادة المشاركين في القمة وأكدت على عمق علاقات بلادها بالولايات المتحدة. على الرغم من بعض اختلافات الرأي التي لدينا اليوم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية صديق وشريك لنا. إننا نتعاون بشكل وثيق مع شريك محوري على هذا النحو، لأننا بحاجة لهذا التعاون في مصالحنا المشتركة. تطورات الأزمة في أوكرانيا فرضت نفسها بقوة على أعمال القمة، حيث أكدت الولايات المتحدة، ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي على ضرورة التعامل بكل حزم مع روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا. على مدى يومين في الماو سنناقش مستقبلنا المشترك والاقتصاد العالمي لخلق الوظائف والحفاظ على الاتحاد الأوروبي قوي ومزدهر وإقامة شراكات تجارية جديدة عبر المحيط الأطلسي والوقوف في وجه العدوان الروسي في أوكرانيا ومكافحة التهديدات من التطرف العنيف حتى تغير المناخ. كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرض قيودا مالية على شركات وأفراد روس بعد دعم موسكو للانفصاليين بشرق أوكرانيا، ويتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين في أوكرانيا ونقل قوات روسية إلى داخل الحدود الأوكرانية في محاولة لضم مناطق أخرى على غرار ما فعلت في شبه جزيرة القرم. وتنص اتفاقات مينسك 2 على تدابير تدريجية حتى نهاية العام لإنهاء النزاع بين الانفصاليين المواليين لروسيا وكييف، والذي أوقع أكثر من 6400 قتيل خلال أكثر من عام. موسكو من جانبها ترى أن اتفاق السلام في أوكرانيا لن يصمد أمام التطورات التي تحدث على الأرض وعلى صعيد متصل، حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يشارك للمرة الأولى في اجتماع قمة مجموعة الدول الاقتصادية السبع الكبرى، حث زعماء الغرب بضرورة النضال بصورة مشتركة من أجل مستقبل العالم. إذن تطورات الأزمة الأوكرانية وإمكانية تطبيق اتفاقية مينسك والسيناريوهات المفتوحة أمام هذه الأزمة، هذه المحاور وغيرها نتطرق إليها ونتناولها مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية. أهلا بك. وبداية لو نرجع قليلا إلى الوراء وأهم البنود التي كان من المفترض أن تطبق خلال اتفاقية مينسك. طبعا اتفاقية مينسك هي جاءت مطلب ربما يكون روسي أوروبي بالدرجة الأولى وليس روسي أمريكي، وهي لمحاولة احتواء الأزمة وتحويل أزمة من عسكرية إلى سياسية، ثم الأزمة السياسية محاولة حلها بطريقة ما. الاتفاق البنود كان أهمها وهو وقف إطلاق النار كاملا على الجبهتين، سواء الجيش الأوكراني أم الانفصاليين منذ 15 من فبراير الماضي. بعد ذلك تبدأ عملية تشكيل مجموعات لمناقشة دستور جديد، ثم يصادق الدستور الرئيس الأوكراني على هذه اللجنة، وتبدأ عملية إنشاء إصلاحات جديدة وإضعاف حكومة المركز في كييف، ولتكون أوكرانيا دولة لا مركزية، أي أن الأقاليم جميعها تحظى بإدارة محلية ربما تشبه الأمر في بولندا، تكون الإدارة المحلية لها أن تدير نفسها في الأمور الثقافية وشيئا ما الاقتصادية، أما السياسية والجيش والأمن والجنسية تبقى طبعا أوكرانية. هذا هو المطلب، هذه ربما أهم البنود. بعد ذلك طبعا يكون عملية ترسيم الحدود وعملية إعادة السيطرة الكاملة للحدود المخترقة حاليا ما بين إقليمي لوغانسك ودونيسك وروسيا. ما لم يحدث حتى اللحظة وهو أهمها وهو ما تطالب به أوكرانيا بأن وقف إطلاق النار رسميا ليس فعليا هو توقف، إلا أن عملية إخراج جميع القوات الأجنبية المقاتلة من الطرفين لم يحدث حتى اللحظة، إضافة إلى أن الحدود الشرقية لأوكرانيا مع روسيا أوكرانيا حاليا لم تسيطر عليها، وهذا ما أبقى الباب مفتوحة لسيناريوهات أسوأ ربما. طيب يعني هذا كان سينقلني إلى سؤال آخر وهو أين نحن من الاتفاقية؟ إذا كنا نتحدث عن أنه وقف إطلاق النار لم يتم بشكل كامل، الحديث عن دستور جديد وما إلى ذلك، إذن يبدو على ما يبدو أن الاتفاق لم يطبق أي من بنود. نعم، الاتفاق طبعا هو للأسف هو ولد ميتا منذ اللحظة الأولى، وكما سمعنا في التقرير قبل قليلا وكأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث باللهجة الأوروبية أما ميركل باللهجة الأمريكية. على أرض الواقع الأمر هو أعقد من ذلك.
هنالك خلاف كبير في وجهة النظر ما بين الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي. أمريكا تريد أن تكون أوكرانيا دولة تدور بفلكها بالدرجة الأولى كي تكون هي عامل زعزعة أو عامل إثارة لروسيا. أما أوروبا لا، الموضوع السياسي تتركه لاحقا، تريد أن تكون هادئة مستقرة تتكامل معها لاحقا في عملية الاقتصاد. أوروبا لا تقبل دول سواء فقيرة أو متنازعة، هي تريد دول غنية بغض النظر مهما كان نظامها. أما أمريكا لا، هنالك أجندة أخرى. روسيا هنا أعتقد بأنها هي وقعت فريسة أو هنا أصبحت مستدرجة. طبعا روسيا قامت بالكثير من الأخطاء السياسية عبر احتلال القرم وعبر التدخل في المنطقة الشرقية، إلا أن ذلك وظف كليا من الطرف الأمريكي والطرف الغربي ضدها، حيث أن المواطن الأوكراني الذي كان قبل عامين، كان لا يمكن أن نقول قبل عامين أن هناك فرق ما بين روسي وأوكراني، كان الكل يقول نحن شعوب سلافية، نحن أخوة. حاليا لا، أصبح العداء بينهم كما ربما نقول ما بين العرب واليهود، هذا كمثال. فحاليا الاتفاقية لم تطبق، كلا الطرفين، أوكرانيا أصبحت تبني جيشها من جديد، المصانع الأوكرانية أصبحت حاليا هي أكثر تفعيلا وأكبر طلبا لعملية بناء الجيش والسلاح وبناء الحدود الغير رسمية. طبعا هناك أصبح حدود ما بين المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليين والمنطقة الخاضعة لأوكرانيا، هي ليس حدود رسمية إنما هي حدود فعلية واقعية، هذا من جهة. أما الانفصاليين فهم يحظون على دعم عسكري متزايد من روسيا، وآخر الأدلة التي بثتها الاستخبارات الأوكرانية بأن هنالك ضباط وجنود نظاميين روس تم القبض عليه في المنطقة الشرقية على الحدود. نعم. طيب إذا كنا نتحدث عن ما تريده الولايات المتحدة وما تريده أوروبا وكيف تم استدراج روسيا إلى هذه اللعبة أو هذا النزاع، ماذا عن أوكرانيا نفسها؟ ما الذي يريده الأوكرانيون؟ طبعا الأوكرانيون هم كشعب طيب جدا وشعب مسالم جدا، وأكبر دليل على ذلك يعني هذا أمر ليس سرا ولكنه يكون مفاجئا، أوكرانيا أحد الدول العشر عالميا المصدرة للسلاح، إلا أنها عندما قامت الحرب تفاجأت بأن جيشها بلا سلاح، يعني لأنه كان قبل ذلك لم يكن قائما تسليح الجيش أو عملية التراسنات، حتى أنها تنازلت طوعيا عن السلاح النووي في اتفاقية بودابست، وهذا مقابل أن تكون أوكرانيا محفوظ الحدود والسيادة من دول الجوار. الشعب الأوكراني عندما انتفض في ثورة الميدان هو قام ضد الفساد، وقام في رغبة منه للتكامل مع أوروبا، وهو يحلم أن يكون جزءا من الاتحاد الأوروبي. وهنا طبعا عملية ما بين الفرقين ما بين الجيلين، الجيل الشباب الذي هو تربى وتنفس ويريد أكثر حرية وأكثر أوروبية، أما الجيل السابق الذي ترعرع في حقبة سوفيتية أكثر محافظة، يرى أنه يجب أن يكون خارج سواء نظام الناتو أو نظام الاتحاد الأوروبي. قامت الثورة في الميدان، كان هناك محاولات كبيرة لعملية التوصل إلى حل سياسي، إلا أنه كما أرى الرئيس المخلوع يانوكوفيتش لم يتصرف بحكمة عندما كانت محاولة لقمع الميدان، وهذا ما وظفت ضده طبعا بامتياز، وكان أمامه أعتقد الكثير من الحلول للاستقالة على الأقل، لم يفعل بذلك. وهنا طبعا عندما هدد من المتطرفين أو عملية المتشددين سواء من قام بالميدان، وهم قليلين جدا طبعا، هم هاي مهمة جدا هنا، ترك البلاد. تركه للبلاد كانت مصيبة. تخيل دولة في 24 ساعة فراغ سياسي ليس فيها لا رئيس ولا وزير داخلية ولا وزير دفاع ولا رئيس استخبارات. وهنا طبعا الثوار انتصروا، عملية فراغ سياسي كبير جدا، عملية البحث عن الهوية ماذا نريد، وبات هناك أخطاء، بعض الأخطاء التي فعلا حكومة الميدان أو حكومة الثورة قامت بها وتراجعت عنها سابقا، ولكن الأمر تأخر فيما يخص اللغة الروسية في طبعا في فبراير 2014 عندما كان ربما الروح القومية الأوكرانية مسيطرة كليا، وهنالك أحد النواب الأوكران قدم مشروعا لإلغاء اللغة الروسية كلغة إقليمية وصوت عليها البرلمان، ثم تراجع عن ذلك عندما عارض هذا القرار القائم بأعمال الرئيس سابقا وهو ألكسندر تورتشينوف، ولكن الخبر أصبح تسرب.
فهنا الشرق وهم هنالك في هذه المنطقة الشرقية موجود طبعا من القومية الروسية أو متحدثين باللغة الروسية، هذا الأمر وصلهم بأسلوب ذعر وأصبحوا يخافون على ربما ثقافتهم ورؤيتهم، إلا أنه على أرض الواقع حتى هذه اللحظة لم يمنع ولا يمنع أحد الحديث سواء بالروسية أو بغير لغة. أوكرانيا دولة بها 134 قومية بدءا من الأوكران والروس نهاية بأقلها سواء الأذربيجان والأرمن واليهود والعرب وغير ذلك، لكن الأمر وظف وهنا دخلت الدول العظمى وأصبحت أوكرانيا فريسة. اليوم هنالك إعادة بلورة، إعادة نظر، أصبح المواطن الأوكراني الذي ينظر لأوروبا طبعا هي المنقذ والمخلص وهو كان يرى فيها شيء الكثير بعد انهيار العملة الوطنية الجريفنا، بعد الدخول في صراع مسلح، بعد احتلال القرم والدول الضامنة العظمى، هذه الدول لم تحرك ربما الحد المطلوب لسيادة أوكرانيا، أصبح إعادة نظر. نحن انتفضنا من أجل أوروبا وأوروبا على الأرض، بدأ هناك تشكك في النوايا ونوايا الدول. نعم. طيب إذا انتقلنا إلى الوقت الحاضر الوقت الآني والخبر الأبرز الآن المتعلق بهذه الأزمة وهو الاجتماعات التي تنطلق في باريس، اجتماعات بحضور روسيا، أوكرانيا، فرنسا وألمانيا، نستطيع أن نقول أنهم اللاعبين الأساسيين في هذه المعادلة. إلى أي مدى يمكن التعويل على مثل هذه الاجتماعات لتطبيق الاتفاقية وحل الأزمة بشكل عام؟ بالطبع مجموعة النورماندي هي ربما حاليا وتبقى الأكثر حظا في الخروج من الأزمة، كون أنها كل الدول المشاركة هي دول المنطقة والجوار. عملية استثناء الطرف الأمريكي هذا مهم جدا كان، وعملية أن الدول المجاورة أي أن الدول جميعها سواء من الشرق روسيا، من الوسط أوكرانيا، ومن الغرب الدول الأوروبية تعي جيدا عملية اشتعال حرب واسعة ومواجهات ستلذع بالدرجة الأولى هذه الدول جميعها، لذلك هم أعتقد حاليا مجبورين إلى التوصل إلى حل، ولكن المفاوضات تبقى رهينة التوصل إلى الحل الحقيقي. الحل الحقيقي لا يقوم بالانفصاليين وعملية اللغة، هذه كلها الشماعة ربما الواقية أو الأولى، لكن على أرض الواقع روسيا تعارض أن تكون أوكرانيا دولة في حلف الناتو. عندما تسمع هذا الأمر من أوكرانيا أعتقد روسيا ثبت تشعر نوعا ما بالإطمئنان، أن عندما تسمعه من أوكرانيا أنها لن تكون جزءا من حلف الناتو. نعم، من الطرف الآخر أو حلف الناتو نفسه يقول لا نقبل أوكرانيا حاليا أو لن نقبلها. هذا الأمر من الطرف الأوروبي، الطرف الأوروبي هو يمتد الطاقة بالدرجة الأولى الغاز من روسيا، هو معني بالحفاظ على مصالحه كون أنه حتى اللحظة لا يوجد أي مصدر آخر. مع إيران المفاوضات حتى الآن لم تنجح، وإيران هنا مع روسيا طبعا لعبت الورقة بشكل بامتياز، وروسيا أصبحت دولة لاعبة في أوروبا الشرقية وأثبتت بأنها لا يمكن الغناء عن رأيها. هنا الأمر طبعا الخطير الذي يحدث حاليا والذي أراه خطيرا، هناك تلميحات بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن، هذا ما برز أخيرا. هنا روسيا إما تعيد النظر بسياساتها مع الجارة الأوكرانية والحفاظ على أمن أوكرانيا بالدرجة الأولى، وهذا ما سيسحب الفتيل، ولأن الذي يموت من الطرفين روسي أوكراني ليس أوروبي وليس أمريكي، إما ستستمر وسيكون نحن على فعلا مشارف حرب مفتوحة، لا سيما أن المؤشرات كانت من السابق تشير أن الأزمة ستجمد حتى الصيف هذا العام، ثم تفتح الجبهة المنطقة الجنوبية الشرقية إلى ماريوبل، لأن روسيا تسعى إلى الوصول إلى القرم. القرم تريد أن تحصل على ماريوبل وهي عبارة عن ممر بري إلى الوصول إلى القرم كي تضمن عيشه وبقائه، لأنه مرتبط بشكل كبير في طبعا في أوكرانيا، وهنا حاليا هنا مربط الفرس. طيب قبل أن نستطرد في هذه النقطة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ثريا الفرة أستاذ العلوم السياسية. دكتورة ثريا، نتحدث عن الأزمة الأوكرانية، ما الذي يمكن أن تخرج به رباعية نورماندي؟ مساء الخير سيدتي لك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد نحن نعلم بأن هذا الاجتماع هو جدا مهم
ورأينا بأن موسكو بالتأكيد تعول أهمية كبرى على إنهاء هذه الأزمة. يعني حقا نظم اندلاع الأزمة في أوكرانيا حتى هذه اللحظة، وهذا الموضوع يسبب أستطيع أن أقول لك قلق بالنسبة للكرملين. يعني هناك العديد من الملفات الشائكة ما تزال معلقة بمسألة قضية الأزمة الأوكرانية. أظن بأن مجموعة النورماندي، طبعا هناك بعض الدول التي تنظر بنوع ما من يعني تعاطف مع موسكو، ستحاول قدر الإمكان تطبيق ما جاء باتفاقية مينسك، البنود التي ورد في اتفاقية مينسك. موسكو كل ما تريده هو فقط تطبيق مبادئ مينسك الذي كانت قد وقعت عليه كل من مجموعة الدول النورماندي وأيضا كل من كييف وموسكو. لهذا موسكو ترى بأن دائما كييف في الفترة التي تسبق عقد أي اجتماع خاص مجموعة النورماندي وحتى الاجتماع الذي سبق مجموعة السبع الدول الصناعية الكبرى، بأن كييف تحاول اصطناع ما يجعل هناك بوادر تشجع على استمرار العقوبات أو فرض العقوبات على دولة الدب الروسي. لهذا هي تفتعل أي أزمة في الهدف منها طبعا بالتأكيد هو تمديد العقوبات. روسيا تسعى بشكل حديث وبالذات للتعاون مع ألمانيا التي تسمى بالتأكيد مرجل الصناعة الأوروبية. نحن نعلم بأن ألمانيا لها ثقل كبير ولها دور كبير بالتأثير على القرار الأوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية. فرنسا نوعا ما تبدي نوع من التعاطف بالنسبة إلى الجانب الروسي. رأينا بأن منذ يومين كانت اجتماع ما بين فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الإيطالي. إيطاليا متعاونة بشكل كامل. وزير الخارجية الإيطالي قال بأننا ربما كان لدينا نوع من يعني أبدى نوع من الندم أو الأسف بأن بعض الدول الأوروبية التحقت بإدارة واشنطن ووافقت على فرض عقوبات على الجانب الروسي. لهذا أرى بأن مجموعة النورماندي ما يسمى مجموعة النورماندي الدول الأربع لأنها ستسعى إلى إيجاد حل نهائي. وأن كنت أرى بأن كييف تحاول أن تماطل، هي تريد من وراء ذلك بالتأكيد تحقيق مكاسب مادية كبرى. رأينا في الاجتماع الأخير بأن مجموعة نورماندي يعني دول وبعض مجموعة الدول الاتحاد الأوروبي خصصت لكييف لا يقل عن 13 مليار دولار. طبعا الهدف منه بالتأكيد هو كسب الرأي الأوكراني الكيفي بحيث تستطيع كييف بعض تبدي بعض الليونة في تطبيق حقيقة اتفاقية ميف. الهدف منه بأن إنهاء الأزمة الأوكرانية قدر الإمكان. أنا أرى بأن ألمانيا تحاول قدر الإمكان أن تكسب الجانب الروسي أكثر من الجانب الأوكراني، لأن في الوقت الحالي ليس هناك رغبة حتى لا من الناتو بضم أوكرانيا حتى من الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم بأن منطقة اليورو تعاني من أزمة وخصوصا بالنسبة للأزمة اليونانية، هي لا تريد أن تضم إليها أيضا دول مثقلة، دول تكون عبء على كاحل الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد إذن علينا أن ننتظر ونرى ما الذي ستخرج عنه هذه الاجتماعات. دكتورة ثريا الفرة أستاذ العلوم السياسية، أشكرك شكرا جزيلا، وأعود مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور محمد فرجلة رئيس تحرير وكالة أوكرانيا العربية. إذن الدكتورة ثريا أيضا تتفق على أنه على ما يبدو أن الدول الأوروبية تعيد النظر فيما فعلته من قبل، وهي أنها سارت وراء الولايات المتحدة في فرض العقوبات على روسيا وما إلى ذلك. برأيك السيناريوهات الأقرب في هذه الاجتماعات والخروج أو نتائج هذه الاجتماعات؟ بالطبع طبعا الطرفين حاليا في أوروبا هم أيقنا بأنهم حاليا أصبحت أوروبا اقتصادها مهدد. فرنسا فعلا هي خضعت لعملية تطبيق العقوبات ضد روسيا، وهذا ما أوقع بها حاليا بأنها هي متعاقدة مع روسيا في موضوع السلاح، في موضوع ناقلة السفن الشهيرة والطائرة السفينة ناقلة الطائرات الشهيرة، وهي روسيا الآن تطالبها إما تسلمي إما أن تعيدي. وهذا أمر مؤلم لأن الأوروبيون لديهم أمر مقلق جدا، إذا لم تدفع الرواتب في الوقت المحدد، إذا مستوى العيش تدنى، هنالك سنشاهد مظاهرات احتجاجات، وهذا أمر موجع مهم جدا للأوروبيين. الألمان كذلك هم معنيين بالطرف بالدرجة الأولى أن يكون علاقة ممتازة مع روسيا وعملية التكامل، حتى أن هنالك بعض الأساس الألمان يقولون نحن لا نستثني أن تكون روسيا نفسها جزءا من الاتحاد الأوروبي. قد يكون أمر هراء لكن هم يعون جيدا، روسيا هي بخزانها الهائل للطاقة هي مطلوبة. بالنسبة لروسيا، روسيا أنا أعتقد هي كذلك معنية بالأمن، ولكنها حتى اللحظة لم تطبق. الانفصاليين عندما أسقطوا الطائرة الماليزية، من أعطى الانفصاليين منظومة بوك؟ نحن نتحدث عن أفضل الصواريخ أرض جو. لا أقول بأنهم
أرادوا فعلا إسقاط طائرة مدنية، لكن هذا ما حدث. إضافة إلى عملية حاليا الانفصاليين قبل شهر في ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، قاموا بعرض عسكري في قلب دنيسك، جيش كامل، دبابات، عملية مضاد طائرات، من أين أتى هذا؟ يعني هذه أسئلة مهمة جدا طبعا، كل يطرح. الناتو كذلك يعمل كذلك حاليا على تدريب القوات الأوكرانية والخبرة وإلى آخره. الناتو طبعا قد لا يكون أن يضم أوكرانيا، إلا أنه يستخدم الورقة الأوكرانية لعملية الحصول على شيء ما من روسيا، وهنا أوكرانيا أصبحت تستخدم وأصبحت تعي ذلك. ولكن أوكرانيا حاليا، إذا يعني نستطيع أن نقول بمنتهى الأريحية أن كافة الأطراف المتواجدة حاليا في باريس كل له أوراقه وكل له مطالبه وكل يشعر أنه ربما يقف على أرض صلبة. يعني إذا كانت طبعا روسيا لم تستطع أن ترضخ للعقوبات التي فرضت عليها على مدار العام، ربما ورقة سحب التصويت في مجلس الأمن ربما لن يؤثر كثيرا. بالطبع عملية سحب الصوت من روسيا أمر خطير جدا. لو عدنا إلى التاريخ عندما ألغيت عضوية ألمانيا في عصبة الأمم، هذا أدخلنا إلى حرب عالمية ثالثة. أصلا مجلس الأمن أسس كي لا تكون أي حروب، أن يكون أي حروب على الطاولة الدبلوماسية. عملية الأمر خطير جدا، وأعتقد يجب الانتباه إليه. حاليا طبعا أطراف معنية، ولكن الأمر مربوط بأمرين هام جدا. متى ليونت روسيا في التعاطي مع الأزمة الأوكرانية ودعم الانفصاليين، كذلك الأوكرانيين الإسراع في عملية الإصلاحات الداخلية وفعلا إدراج وإضعاف حكومة المركز وإعطاء أكثر صلاحيات الأقاليم، وهذا ما سيطمئن الأقاليم. لكن هنا يبقى أمر هام جدا، وهو لن يرضاه الأوكرانيون، وهو القرم. القرم أرض أوكرانية رسمية سيادية لأوكرانيا، وواقعيا تخضع لروسيا. هنا هذه بالتأكيد نقطة هامة جدا، بالتأكيد ستؤثر على مجريات الأمور. إذا مرونة روسيا والإسراع في الإصلاحات الداخلية في أوكرانيا، وبالتأكيد سنتابع ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات في باريس. الدكتور مجدي فرجلا، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، أشكرك شكرا جزيلا. محمد فرجلا، أشكرك شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك. وما زلنا مع القارة الأوروبية، حيث تم تدشين مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الأوروبي لتصبح القاهرة كيان من أعضاء البرلمان للدفاع عن وجهة نظر مصر في المؤسسات الأوروبية المختلفة. تقرير للزميل مجدي يوسف. الجهود الدبلوماسية للسفارة المصرية في بروكسل بقيادة السفير إيهاب فوزي تنجح في تدشين مجموعة أصدقاء مصر داخل البرلمان الأوروبي. المجموعة التي تمثل نجاح كبير للدبلوماسية المصرية ستكون من الآن فصاعدا صوت القاهرة داخل المؤسسات الأوروبية لنقل حقيقة ما يحدث في مصر دون مبالغة أو تقصير. المجموعة تم تأسيسها بالفعل، وكان هناك جهد على مدى سنة كاملة بعد انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة في الصيف الماضي لتأسيس المجموعة دي. وكان الهدف أيضا أن تكون المجموعة مؤسسة من عدد كبير من المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان، مش من مجموعة واحدة، وما تكونش كذلك من مجموعة من الدول أو دولة أو دولتين من الممثلين فقط فيها، ولكن يكون أعضاء من مختلف الدول الاتحاد. وتم بالفعل إنجاز ده والإعلان عنه، والهدف في النهاية هو تنشيط العلاقة مع مصر. المجموعة دي هتكون وسيلة لتنشيط النشاط والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المختلفة، والبرلمان بيلعب دور مهم في تأسيس العلاقات دي، لأنه بيمثل أحد الأجهزة الهامة في الإطار الأوروبي. وحيكون الهدف أيضا تغيير الصورة، صورة مصر داخل البرلمان من خلال أعضاء البرلمان نفسهم مع باقي زملائهم من الأعضاء من الدول الأخرى. الأحداث المتلاحقة والسريعة التي مرت بها مصر وتعمد جهات خارجية تشويه الحقائق استدعى تكوين هذه المجموعة من أشخاص من داخل المؤسسات الأوروبية لتوضيح الصورة. المجموعة المذكورة تنطلق في أداء مهمتها من قناعتها وليس بتعليمات أو إملاءات من أحد، كما أنها لم تعتمد في نقلها للحقائق
على معلومات من وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية فقط، لكنها ستقوم بزيارات دورية لمصر للمس الحقيقة على أرض الواقع، والأهم هنا أنها ستنقل حقيقة الأوضاع في مصر باللغة التي يقتنع بها أعضاء الاتحاد الأوروبي. مصر دولة كبيرة ومحورية، لكن الفترة الماضية شهدت محاولات مستميتة لتشويه صورة البلاد عبر نقل معلومات مغلوطة لأصحاب القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي. دورنا في هذه المجموعة سيكون توضيح الحقائق. سننقل لزملائنا في البرلمان وباقي المؤسسات الأوروبية الصورة الحقيقية. كل من انضم لهذه المجموعة لديه قناعة بوجود قوة تتعمد تشويه صورة مصر، وهو أمر لن نسكت عليه من الآن فصاعدا. فقط يبقى القول إن المجموعة المذكورة يترأسها البرلماني الهولندي بيتر فاندلين رئيس حزب المحافظين في البرلمان الأوروبي، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الاتجاهات السياسية يمثلون تقريبا كل دول الاتحاد، وهي مجموعة منفتحة على الجميع، والهدف الأساسي لها إظهار الحقيقة وليس الدفاع عن سياسات محددة. هذه المجموعة هي التجربة الثانية لمصر، فقد تم تدشين مجموعة ممثلة في العام 2008، لكنها قامت بحل نفسها بسبب استحالة الدفاع عن السياسات المصرية في هذا الوقت. لكن الوضع الآن يبدو مختلفا تماما، فقناعة هذه المجموعة بتعمد على الآخرين تشويه صورة مصر يمثل دافعا قويا للاستمرار والنجاح. مجدي يوسف لبرنامج الاتجاه شمالا، بروكسل. إذن مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الأوروبي ودور الجاليات المصرية بشكل عام في أوروبا لدعم مصر ويعني توضيح صورة ما يجري في مصر، هذه المحاور ستكون محور حديثنا مع ضيفي في الدكتور وليد عطية رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا. أهلا بك دكتور وليد. أهلا بحضرتك. بداية، كيف ترى تدشين هذه المجموعة؟ يعني شيء مبشر بالخير، وشيء يعكس مدى حماس المصريين بالخارج وحبهم لأرض الوطن مصر الحبيبة، وإن احنا كلنا في الغربة شايفين إن احنا لازم كلنا دور، إن احنا عايشين ومستقرين في بلاد أوروبية وغير أوروبية، إن احنا نكون حلقة الوصل اللي بتنقل الواقع المصري للمجتمع اللي احنا فيه. على سبيل المثال احنا في اوكرانيا الدبلوماسية المصرية طبعا بتقوم بمجهود جبار في الفترة الاخيرة لعلاج كل التشويهات اللي بتحصل من جهات مختلفة، ولكن محتاجة لمساندة من الجاليات. الجاليات تعرف الكثير مما لا تعرفه الدبلوماسية التي يعني تخضع لبروتوكولات دبلوماسية وعلاقات دولية معينة، اما احنا كجاليات وكمواطنين مصريين بجنسيات أخرى في دولة زي دولة أوكرانيا نعرف عن أوكرانيا الأكثر ومن ضمن المجتمع وعن طريق أسرنا وعلاقاتنا وأماكن عملنا يمكننا أن نستطيع أن نوصل الواقع الحقيقي للمجتمع المصري والوجه المشرق والمشرف للحقيقة في أرض الوطن. طيب دكتور وليد، لنكن صراحة، هل بات العبء الآن على الجاليات المصرية أكثر طبعاً في هذا الشأن، خاصة مع وجود جماعات كجماعة الإخوان المسلمين أكيد تحاول التواصل مع سياسيين أوروبيين، وللأسف نجحت في الكثير من الأحيان باتصالات بالأموال بوسائل عديدة؟ يعني حضرتك أصبت في السؤال، وده من أكثر الأسباب اللي جعلت من جاليتنا في أوكرانيا إنها تنتفض وتنشط لمقاومة هذا الكيان والفكر المنحرف الذي يدعم بأموال طائلة من مصادر مختلفة ويستطيع أن بأمواله أن يصل إلى الصحافة والإعلام ويوصل الصورة لمصلحته. فكان دورنا احنا في الجالية المصرية في نفس الوقت عندما حاولوا بعض المنظمات المدنية المتسترة وراءها جماعات الإخوان المسلمين في التطاول على مصر وعلى السفارة المصرية بتنظيم مسيرات تهاجم قرار شعب مصر بتغيير السلطة مهما كان، لكن الشعب اختار والشعب هو له الحق في تحقيق مصيره واختيار قياداته. فقامت الجماعة ديت بمحاولة لتشويه الصورة ومهاجمة السفارة وإبراز هذا الحدث في إعلامهم العربي
المعروف، وفي وحاولت ان تنقل هذه الصوره الى الاعلام الاوكراني حتى تبان حتى تتضح الصوره للمواطن الاوكراني. المواطن الاوكراني مش هيعرف الحقيقه الا من الادوات اللي تحت ايديه وبلغته، ولذلك كان لنا احنا الدور في ان احنا نرد عليهم ان احنا حشدنا المصريين وعرفنا نوصل صوتنا ونوصل ان المصريين هم اللي بيختاروا مصيرهم وهم اللي بيغيروا طريق حياتهم حسب ما هم شايفين صح ازاي. طيب لو تحدثنا عن الفعاليات والأنشطة التي تقومون بها، هل مثلا هناك ندوات مؤتمرات، هل يكون هناك تواصل على المستوى ايضا الشعبي، يعني على المستويين الشعبي وايضا الرسمي برلمانيين ومواطنين؟ طبعا احنا كجالية مصرية من يعني اصغر الجاليات تعدادا، لكن من انشطها في المنظمات المجتمع المدني، ونحن دلوقتي مقدمين أوراقنا في وزارة الثقافة، وإن شاء الله في 2015 موعدين باعتمادنا رسميا في وزارة الثقافة اللي هي يعني بيوصل صوتها مباشرة للسلطة التنفيذية والسلطة والبرلمان الأوكراني، وبكده يبقى لنا صوت ولنا في اتخاذ القرارات اللي تخص الجاليات عامة في أوكرانيا، لأن أوكرانيا يعني كبلد شعبها يعني في منتهى الطيبة ويحتضن كل الجاليات فيها، زي ما قال الصديق رجل قبل كده فيها أكثر من 134 قومية، وكل قومية بتحاول يكون لها تمثيل. القوميات العربية احنا برضو من الحاجات اللي احنا ابرزنا فيها الفترة الاخيرة ان احنا عملنا دلوقتي، كانت الجالية المصرية من انشط الجاليات اللي ساهمت في تأسيس تجمع للجاليات العربية والمنظمات العربية في المجتمع المدني لتكون توصل تجمع صوت العرب الموجودين بمختلف البلاد العربية، وان احنا يكون لنا صوت يستطيع أن يقاوم تشويه الصوت الآخر، لأن الإخوان زي ما عارفين بقوتهم هم كانوا منفردين بالساحة الأوروبية والأوكرانية بكل ما يمتلكون من مراكز ثقافية يعني متسترين خلفها، من مؤسسات اجتماعية منتشرة في كل المدن بأسماء مختلفة لكن معروفة الهدف لها إيه الأساسي، ولا يوجد من يستطيع أن يقول شيء غيرهم، ولذلك كلمتهم تصل عن أنهم منظمات مجتمع مدني وتؤخذ على مأخذ الأمر الواقع، ومن الصعب بعدين تغييرها. لكن طيب هل تعتقد أنه ربما انضمام الجاليات المصرية أو قيادات هذه الجاليات تحت مسمى كيان ربما أكبر أوروبي أو في أوروبا، أعني ربما يكون له صوت أعلى صوت بالتأكيد أقوى؟ بالتأكيد ده شيء احنا يعني نتمنى ان هو يوصل لجاليتنا في أوكرانيا، وان احنا ننضم كلنا ونبقى ايد واحدة في مختلف الأقطار الأوروبية، ويكون صوتنا مسموع بجميع اللغات الموجودة، وهذا شيء مهم، لان ان اهل المواطنين الجاليات بيتكلموا كل واحد في بلده بلغة البلد ويعرف طباع البلد ويعرف أن يتعامل مع شعب، وساعتها ممكن يبقى فيه لجنة تنسيق ما بين هذه الجاليات وتستطيع أن توصل رأي واحد وصوت واحد يعبر عن حضارة مصر وثقافتها وعن شعبها، يعني اللي يعني للأسف جهات أخرى بتحاول تشويه كل ما يحدث في مصر من شيء حلو. طيب لو انتقلنا إلى الشأن المصري بعيدا عن الجانب الأوروبي، يعني بالتأكيد سمعتم عن دراسة إنشاء وزارة للمصريين بالخارج، كيف قرأتم واستقبلتم هذا الخبر؟ طبعا كلنا طبعا ما سمعنا سيادة الرئيس وهو في زيارته لألمانيا يعني أصلق قلوبنا بهذا الخبر، نتمنى طبعا أن يكون يتنفذ على أرض الواقع، لأن ده هيعطي حافز أكتر ويعطي سهولة للاتصال بالوطن عن طريق الوزارة نفسها كجزء من الحكومة، أنها تكون لها يعني قنوات اتصال بكل جالية وبالجاليات كلها معا لتفعيل وتوصيل الصوت والأهداف بتاع الدولة في وقت واحد وبشكل مفهوم وبسيط، زائد أن أي مشاكل للمغتربين أو أي احتياجات للمغتربين يمكن توصيلها للسلطة في مصر عن طريق هذه الوزارة، والمغترب في مصر يحس ان هو مش بعيد عن مصر ومصر نسيئة، يحس ان في الدولة مهتمة به، لان احنا في النهاية يعني من كلنا مصريين من اصول مصرية ولنا اولادنا والجيل الثاني من الابناء اللي هو يضم الجنسيتين او يعني
الجنسية الوطني اللي اتولد فيه وجنسيته المصرية، أما يكون يعرف إن فيه وزارة زادية حيكون الانتماءه يحس الانتماء، حيفيد في انتماء الأجيال الجاية اللي احنا عايزين نستفيد منها. لأن يعني طبعا الخارجية والسفراء المصريين بيقوموا بكل مجهود لعمل كل هذا، لكن لما يكون فيه قاعدة شعبية لهم في كل بلد ده بيسهل من العمل، بيسهل من الوصول للمجتمع اللي احنا موجودين فيه. طيب برأيك عند قيام هذه الوزارة ما هي أول المطالب التي يمكن أن تتوجهوا بها إلى هذه الوزارة؟ نعتقد في البداية لابد من يعني تقديم دعوة لجميع ممثلي الجاليات في كل الأقطار، وكل جالية طبعا بتقدم كل شيء يخصها في المجتمع بتاعها، وطريقة التواصل مع الوزارة، وكل واحد بيحط المتطلبات والحاجات اللي تنقصه في بلده، سواء من مشاكل بتقابله كمواطن مصري في دولة تانية. وإن شاء الله يعني أعتقد يكون في تواصل دائم بين الوزارة وبين ليس هناك مطالب محددة يعني تبعنا، ربما هناك مشاكل مع بعض المصريين المقيمين في الخارج يعني من مطالب يعني احنا مطالب ان الوزاره دي برضو تتفعل من وجود الـ الدور مثلا الديني كالازهر، لانه يعني غيابه في بعض الاماكن بيعطي الفرصه للاخرين بانهم يعني يعطي مساحه وفراغ. لذلك الوزاره ديت ممكن تقوم بالتنسيق زيارات لرجال الدين نفسهم، تقوم بعمل محاضرات معينه، والجاليه تجمع ابناء الجاليه المصريه وممكن يستفيد بها جاليات اخرى من الجاليات العربيه، الابناء يعرفوا يكونوا في حلقه وصل ويعرفوا ايه هو الدين الحقيقي او ايه هو، ويبعدوا عن اي تشويه امامهم في المجتمع اللي هم فيه واللي بيوصلهم في الاعلام عن طريق يعني اماكن. طيب بعيدا عن المظلة التي ربما تجمع الجاليات المصرية في أوروبا، هل قمتم في أي مرحلة من المراحل بالتنسيق ربما مع جاليات مصرية في دول أوروبية محيطة؟ لا للأسف لسه، احنا جالية عمرها 3 سنين من يعني نشأت في 2011 بعد ثورة يناير. كم تعداد المصريين في حوالي 2001 منهم طلاب دارسين، لأن الوقت أوكرانيا بيهتموا بها، الطلاب المصريين كتير، في وصل تعدادهم أكثر من 600 طالب حاليا، وطبعا احنا بنحاول نشرف عليهم لأن دولة هدف لجميع للمنظمات الاخرى انهم بيستقطبوا سهوله في سن صغير، من الممكن التاثير عليهم، ولذلك احنا بنحتضنهم كلنا ونحاول المصريين اي واحد موجود في البلد ننبه بعض ان نراعيهم بحيث ان يكون يبعدهم عن اي اماكن مشبوهه ممكن تاذي او تضلل فكرهم او تسبب في انهم يرجعوا لمصر مشوهين الفكر. وده هيكون من اهم الادوار لوزاره المغتربين، هو الاهتمام مثلا بالشق ده اللي هو الشباب الصغير، الطلبة اللي عمرهم 17 سنة و19 سنة بيروحوا، فلازم برضو يبقى لهم جدول وتعامل خاص ورعاية خاصة وحصر عددهم والاهتمام بهم. احنا عندنا في أوكرانيا سيادة السفير أسامة بدر طبعا من أعتقد يعني مهتم جدا بالشق دوت وبيرعيه بنفسه، وبيقوم بزيارات للمدن الأخرى اللي فيها كثافة طلابية لمعرفة همومهم ومتطلباتهم، وبرضه يعني وهو من اعتقد ما يعني ما سمعتش في دول تانية ان السفاره عندنا السيد سفير أسامة بدر بيعقد اجتماع دوري مع ابناء الجاليه مره في الشهر او الشهرين، ودوت برضه شيء يحسب للعمل الدبلوماسي، ودايما وهو على مسافه واحده من جميع المصريين، وتليفونه الشخصي مع اي واحد من ابناء الجاليه، حتى هو بنفسه بيقول لي اي حد يحتاج تليفوني الشخصي عشان يوصل اي مظلمه معنا بنديله التليفون فري، يعني ما فيش اي شيء. بالتاكيد وبالتاكيد ما زال العبء كبير الملقى عليكم. الدكتور وليد عطيه رئيس الجاليه المصريه باوكرانيا، اشكرك شكرا جزيلا على تشريفك. شكرا فندم. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، في الاسبوع القادم لقاء يتجدد والاتجاه شمالا، الى اللقاء.